لا لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة، وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى، أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجاة. دينك بحر من آمال شط لجميل الأحلام، ليس الدين كما تخشاه ذا ممنوع ذاك حرام، فالإسلام جميل حقا هذا ليس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك على نبينا محمد. إن شاء الله تعالى وحنو بلابنا يا عشرتين أها الفقه لصف الثالث كلاسك سدحات، وانتو حنقاذنا هنا إن شاء الله تعالى الدرس السابع عشر كتضبات، الإقامة أقمك تعريفها محالها وحكمها حكم كيذوامحي وجملها جبلوين كيذوامحي. الدرس السابع عشر كتضبات، الإقامة وأقمك تعريفها محالها وحكمها حكم كيذوامحي وجملها جبلوين كيذوامحي. الدرس السابع الإقامة تعريفها وحكمها وجملها. أن أقمك عشر كان عشر ككهري وعنك صبرني. أن الأذان أذانك أيام صبرني عشر كينا ما أنت عم برندون إن شاء الله وكساب سنية هاي الإقامة. إقامة تعريفها محالها حكمها حكم كذا وامح شرعية جملوين كذا نوائمسة وهي هاي أن أرقنا الإقامة تعريفها. أولا تعريفها محالها هي الإعلام وأبيسين بالقيام إلى الصلاة، صلاة إن لو استاغي هي الأبيسين هي صلاة المفروضة أي واجبك. ثانيا حكمها حكم كذا وامح الإقامة للصلوات الخمس، أقمد صلاةها شنطه فرض كفاية وفرض لسك كافنايو على جماعة الرجال رجع جماعة ذي أي فرض واجب بطه لكن لسك كافنايو ضد كقارة ديسة ميان ضد كالكدع. أولا تعريفها إقامة محالها ما معنى الإقامة؟ هي الإعلام بالقيام إلى الصلاة المفروضة. أقمك وحلدها إقامة إن لس أغيسيو إن لو استاغ صلاة دي واجبك أهد صلاة دي لو استاغ واجبك أهد هي الإعلام وأغيسين بالقيام إلى الصلاة المفروضة، صلاة دي واجبك أهد وإستاغ ديد أيا لس أغيسين أياوا هي الإعلام وأغيسين بالقيام استاغت لس أغيسيو إلى الصلاة المفروضة. حكمها حكم كذوامة الإقامة للصلوات الخمس شنط صلاوات إن لا أقمها فرض كفاية وواجب لسك كافنايو على جماعة الرجال رق جماعة ديسة وحكوتها فرض كفاية. جملها ثانيا جملها جملوين كيدوامح نعم وجمل الإقامة 11 جملة أقم كجملوين كيسو وحوية وكوئي طبن جملو وهي كوي تبنك سواك الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. ثالثا قيبت سدحات جمل الإقامة أقمك جمل ينكيس وجمل الإقامة أقمك جمل ينكيس 11 جملة وكوي طبعا سنتينس أم الجملة وهي الله أكبر الله أكبر الله أكبر كو الله أكبر لبو الله أكبر الله أكبر برك الله أكبر معنى أذان كان كسوب برناي إلها وين الله أكبر أشهد وعن مقاتك هاي ألا إله إلا الله معبود حق لقاء عبد مجرى ألموي وأشهد وحن أشهد وحن مرقاتك أهي وكلا أن محمدا رسول الله نبي محمد إنه يهي رسولك إلهي صلى الله عليه وسلم الله أكبر الله أكبر أشهد وحن مرقاتك أهي لا إله إلا الله معبود حق لو عابد مجر أنا الله أهين وأشهد أن محمدا وحن قالوا مرقاتك أهي نبي محمد إنه يهي رسول الله رسولك إلهي إنه يهي حي على الصلاة وكالي ليبانتي صلاة وكالي حي على الفلاح ليبانتي أكاليا قد قامت الصلاة صلاة إن لو استاغا يا دواتي قد قامت الصلاة صلاة إن لو استاغا يا دواتي
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله marka ki hore waxaan ku haysanay Allahu Akbar Allahu Akbar ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu anna Muhammad rasul afaran haysanay hayya ala salah hayya ala falah qudr lih qad qamat as-salah qad qamat as-salah qudr sidid Allahu Akbar Allahu Akbar qudr oo laba ah la ilaha illa Allah kaw 11 kaas waa 11 ya hayya ala salati salada ukaalaya hayya ala salah حي على الفلاح ليبان تأكاليا قد قامت الصلاة صلاة إن الاستاغاء يا دواتي قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله معبود حق وعابد مجرى إلا الله جل وعلا الله سبحانه وتعالى أمويه متكلا قفكلا أو حق وعابد ذكره يعني مجرى الدنيا ذي أو كنول أما وحي الدنيا ذي يعني أسئلة وتمارين سؤاله هي توبره ما هي الإقامة أقم حال بها سؤال شلوات ما حكمها حكم كيذوامها وكم جملها جملوين كأقنك إمي سوي ما الجملة وامها الجملة ذا التي توجد في الإقامة أقم كاللقهلة ولا توجد في الآذان أقم كاللقهلة لكن آذانك مجر وامها ما هي الإقامة أقمد وامها ما حكمها وكم جملها حكم كذا وامح جملوين كذا وامسا ما الجملة وامح الجملة التي توجد في الإقامة أقم كاللقهلة ولا توجد في الأذان أذان كانه عن لقهلة عشر كان ما أنت أو عشر كتضبات الدرس السابع أو عن كبرني الإقامة أقمك فضلها حكمها وتعريفها وجملها عن كبرني عشر كان ما أنت تسويكو إيه هي وإلى درس آخر إن شاء الله وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.